اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الاسبوعي وهذه الحلقه الجديده من فقه الحياه مشاهدينا الكرام نتحدث معكم عن الوسطيه ذلك المصطلح الذي باتت مختلف الفرق والجماعات والافراد تتمسح به في محاولات مستمره للانتساب اليه حتى ضاعت مع معالم هذا المصطلح وملامحه المنهجيه الحقيقيه في بحر الاختلافات والصراعات التي يشهدها عالمنا الاسلامي نحاول معكم ان شاء الله في حلقه اليوم ان نتلمس ماهيه الوسطيه في الشريعه الاسلاميه وكيفيه الوقوف عليها كارضيه والتمسك بها كحائط صد امام محاولات اقتلاع الهويه من جذورها. نرحب بضيفنا الكريم للحديث في هذه الحلقه فضيله الدكتور احمد عبد اللطيف الكلحي من علماء وزاره الاوقاف. اهلا بك فضيله الدكتور. مرحبا اهلا وسهلا نخرج الى فاصل قصير بعده نبدا الحوار معك ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا بكم مجددا واجدد التحيه لضيفي الكريم فضيله الدكتور احمد عبد اللطيف الكلحي اهلا بكم مجددا فضيله الدكتور مرحبا وسهلا اذا بدانا في الحديث عن الوسطيه لعل ابرز ما نجده او كثير من المسلمين يعرفون هذه الايه الكريمه التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً دعنا في البداية نتعرف عن المقصود بالوسطية ثم ننطلق معك إن شاء الله في حديثنا حول الدلالات الموجودة في هذه الآية الكريمة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أمير الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إليك يا رسول الله وإلا لا تشد الركائب وعنك وإلا فالمحدث كاذب وفيك وإلا فالغرام مضيع وفيك وإلا فالمؤمل خائب وحبك يا رسول الله ديني ومذهبي والناس فيما يعشقون مذاهب الحمد لله الذي جعلنا من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا غيرك في الأمور فيقصد يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل العالمين توحد الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلاه الشمس والبدر من انوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه الوحش كبره الحوت في بطن البحر ناداه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه الناس يعصونه جهرا فيسترهم العبد ينسى وربي ليس ينساه واشهد ان لا اله الا الله الذي اوحى الى كلمه موسى قائلا يا موسى لولا الذين يذكرونني ما أنزلت من السماء قطرة يا موسى لولا الذين يوحدونني ما أنبتت في الأشجار ورقة يا موسى أتريد أن أكون أقرب إلى لسانك من كلامك ومن روحك إلى بدنك قال نعم يا رب قال فأكثر من الصلاة على محمد وأصلي وأسلم على من صلى عليه ربه الذي قال في حديث صحيح إنما أنا مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كرجل بنى بيتا فأكمله وأحسنه إلا موضع لبنة فأنا فظل الناس يطوفون بالبيت ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم المرسلين هذه الوسطية التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأمة الإسلامية هذه أمة الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا الوسط هي المنطقة المعتدلة ما بين القوة وما بين التواضع، ما بين الشدة وما بين اللين وننظر إليه صلى الله عليه وسلم في تواضعه وننظر إليه في عفوه ننظر إليه في حلمه ننظر إليه في كرمه نجد هذه الوسطية في كل مناحي حياة النبي ظاهرة جلية فإذا عفوت فقادرا ومقدر لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك زمة ووفاء عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء والرسل دون العرش لم يؤذن لها حاشا لغيرك موعد ولقاء يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء فعندما ننظر إلى الوسطية نجدها بأنها من صميم الدين ولذلك حبيبنا يقول إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق إن المنبت إن فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى إن الدين يسر ولن يشاد الدين احدا الا غلبه هذا يعلمنا ماذا يعلمنا بان الوسطيه هي خير الاشياء التوسط اي الاعتدال وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان معتدلا في كل مناحي الحياه نراه صلى الله على حضرته ينفق ولكن بدون تبذير رايناه يعاقب ولكن بدون تعنف رأيناه يعفو ولكن دون أن يفهم الجهلاء بأنه غير قادر على أخذ الحقوق ولكن المنطقة الوسط ما بين الأخذ والعطاء هذه هي الوسطية الاعتدال عندما تكون معتدلا تكون متوسطا في رأيك لا إفراط ولا تفريط إن, التفر إن التطرف شطط فخير الأمور الوسط التطرف كونك تذهب الى ناحيه اليمين او ناحيه اليسار الاعتدال هو التوسط وكذلك جعلناكم امه وسطة نعم. حتى في العباده حتى في المعاملات حتى في المجاملات حتى في الرضا حتى في الغضب حتى في الحب حتى في الكره لا بد ان يكون الانسان معتدلا نعم. انظر اليه صلى الله على حضرته عندما دخل الى المسجد فوجد ساريه معلق فيها احد الاحبال حبل ممدود بين الساريتين فقال حبيبنا لمن هذا قالوا هذا لزينب اذا فترت اي تعبت تتعلق وكانها تاخذ قسطا من هذا الامر كرياضه او كتعينها على معاول العباده قال لا قولوا لها فلا بد أن تعلم بأن هذا أمر منهي عنه ماذا تصنع يا رسول الله فقال إن تطرف شطط بمعنى لو كانت هي متطرفة في عبادتها وجعلت لها في هذه السارية حبلا معلق كأنها جعلت من نفسها شيئا كللا أو مللا فحبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما يقول استعينوا بشيء من

ان القلوب اذا كلت عميت وهذا الامر يدعون الى الوسطيه الذين يكلفون انفسهم فوق الطاقه الذين يبتدعون امورا لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يظنون بان هذا هو الدين وليس هو من الدين حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما جاءه سيدنا سلمان يرفع تقريرا عن ابي الدرداء الحبيب صلى الله عليه وسلم اخر بين ابو الدرداء وسلمان الفارسي رضي الله عنهما. فهذا هو الاخاء حتى يقضي على الغربه في المدينه. ولكن سيدنا ابو الدرداء كان كثير العباده. كثير الصيام. لا ينتبه الى الدنيا ولا ينظر اليها الا انه لا يقوم الليل الا قائما، لا ياتي الليل الا وهو قائما، لا ياتي النهار الا وهو صائما نظر الى سيدنا سلمان الى الزوجه وجد عليها علائم الكابه علائم الحزن ثيابها رسه وعليها علامه تدل على ان زوجها قد هجرها فذهب اليه وقال يا ابا الدرداء انا ضيفك الليله فقال مرحبا فقام ابو الدرداء يصلي بالليل في اوله قال ارقد انا ضيفك واريد ان اتحدث معك جاء في نصف الليل أراد أن يقول غل... قال اجلس ما انتهينا من كلامنا أريد أن أصلي مم. حتى أذن الفجر فذهب فصلي ثم عاد فكان أبو الدرداء صائما قال أنا ضيفك إن لم تأكل معي لا أكل أنا بمفردي فلما علم بأنه لابد أن يأكل معه قال يا أبو الدرداء اعلم إن لبدنك عليك حقا وان لربك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لزورك اي اضيافك لهم عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه فلما ذهب ابو الدرداء يرفع الامر الى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لبدنك عليك حقا وان لربك عليك حقا إن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه بالتأكيد يعني ملامح الوسطية ستكون حاضرة في شخص النبي الكريم صلى الله, الله عليه أكبر. وسلم ويعني سنقتبس من هذه صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور ولكن الآية الكريمة التي بدأنا بها هل لنا أن نتساءل إذا كانت حكمة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت نعم أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطة فهل لنا أن نتساءل إذا كان الأمر كذلك فما حال هذه الجماعات المتطرفة التي ظهرت وكيف ظهرت إذا كانت مشيئة الله اقتضت أن تكون هذه الأمة أمة وسطا النبي صلى الله عليه وسلم هو المقياس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نقتدي به صلى الله عليه وسلم نعم. حيا ومنتقلا واعلموا أن فيكم رسول الله إن النبي لحي في ضمائرنا يصره ما بدا منا سرا واعلانا الواجب علينا ان نصنع صنيعا ندخل به السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحبيب عندما وقف على عرفات وقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وكانه ينظر الى حالنا الان بألمعية النبوة وبعبقرية الرسالة يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي بأني بغيرك لا أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت كلماته ولا بدلت شلت يد الجاني وشاه المعتدي قد لامني فيك الكفور ولو درى معنى الهيام بك لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمد واجعله بفضلك شاهدا لنا في غد. كيف يشهد رسول الله لرجل قتل النفس المحرمه. كيف يشهد لرجل اراق الدماء الكعبه بيت الله يقف الحبيب امام الكعبه ويقول ما اعظم حرمتك أيتها الكعبة ولكن إن حرمة النفس أشد عند الله حرمة منك ويقول في حديث آخر أو فيما قال فيما معناه لأن تنثر الكعبة حجرا حجرا الكعبة بيت الله القبلة لو هدمت أهون على الله من قتل نفس إذن هؤلاء الذين يقتلون النفس المحرمة لا حديث لي معهم وإنما أقول سأكل أمركم إلى الله النفس التي خلقها هو هو الذي يأخذها وهو الذي يقضي عليها أما كوننا نريق الدماء ويقتل بعضنا بعضا أفمسلمون وأمة شلاء لا هم ميتون ولا هم احياء يرنون والاسلام اشرف منزلا ومحمد وما يفعلون منه براء. صلى الله حبيبنا صلى الله على حضرته عندما قال لا تحل نفس امرؤ مسلم الا باحدى ثلاث السيب الزاني النفس بالنفس التارك لدينه المفارق لمله الاسلام ما عدا هؤلاء كيف كيف يستطيع أحدنا أن يتجرأ على النفس المعصومة بأي دليل بأي منطق بأي حجة هل قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما تفعل داعش صح. الآن التي تسير الزعر ويقولون باسم الإسلام الإسلام منهم براء من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل قرية أصار فيها الزعر أو قتل النفس المحرمة لا بل حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يعرض عن القتل وكان يبتعد عن القتل، وكان لا يرضى بالقتل، وعندما كان الفتح الاكبر، فعندما كانت قضيه سيدنا خالد، فقال: هلا شققت عن صدره؟ هل علمت ما بداخل القلب؟ ومن انباك بانه قال هكذا؟ قال يا رسول الله قالها مخافه انني يعني ساقتله، قال: لا اله الا الله، قال: واين تذهب بلا اله الا الله؟ اذا الذين يسيرون الزعر، الذين يقتلون النفس المحرمة، نعم. تحت أي مسمى، تحت أي دليل، من الذي أعطاك تفويضاً على أن تكون قاتلاً لنفس خلقها المولى بيده؟ المولى تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذا سفك الدماء المحرمة. هذا امر منهي عنه في كل الشرائع ولا سيما في شريعتنا. نعم. المولى عز وجل جعل من الانسان كيان غال لانه خلقه بيده تبارك وتعالى فمن تجرأ على بنيان المولى عز وجل ألقى به في النار ولا يبالي. عظيم آه هذا كلام رائع بطبيعه الحال ولكن ادعوك مجددا للتامل في الايه الكريمه. اقرار الايه على هذا النحو بان امه محمد صلى الله عليه وسلم هي الامه الوسط ينتفي معه ظهور مثل هذه الجماعات ام ان المقصود ربما يكون المقصود ان من سيكون على هذا الحال الوسط هو الذي سينتسب الى امه محمد صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يرضى القتل؟ هل كان يقر سفك الدماء؟ اذا قلنا نعم كاننا نعطي فرصه لهؤلاء المارقين المستشرقين الذين يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كفه هي الندى يمناك تهمي بالعطى وتجود وسما بنسبته اليك الجود يا من اذا وافى ببابك طامع حيزت له الامال وهي شرود معاذ الله ان يعني يقر صلى الله سيدنا محمد هذا الامور ولعل فضيلتك العطاء سيدنا محمد في, في, سيدنا في محمد. سابقه اشرت لانه صلى الله عليه وسلم وقف تقديسا لجنازه نعم. نعم. تقديسا للنفس نعم حرمه النفس نفسها نعم نعم فمن ينتسب اليه لابد ان يقتدي به صلى الله عليه وسلم نعم قال لم اكن صلى الله عليه وسلم لم ابعث بزيئا ولا فاحشا ولا متفحشا حبيبنا كان رحمه وديننا رحمه والهنا ربنا هو الرحمن الرحيم نعم. وبدا القران بسم الله الرحمن الرحيم فالرحمن الرحيم الذي خلق الخلق وصوره في احسن صوره واكمله وجعله بنيان على هذه الشاكله من اعتدى على بنيان الرب فالانسان بنيان الرب ملعون من هدمه فكيف بمن يقول بان من يقتل النفس ينتبه لسيدنا الرسول هذا قول مفصول معزول لا اساس له من الصحه حبيبنا كان رحمه حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان وسيظل رحمه للعالمين عندما ينظر الى واحده من السبايا وكأنها تحتضن جنينها بين احضانها فقال اتظنون بان هذه طارحه ولدها في النار قالوا لا قال هكذا الله ارأف بعباده منها لا اله الا الله هو ارحم الراحمين عندما يخطئ الانسان تقول السماء الهي دعني انطبق على ابن ادم وتقول الارض دعني ابتلع ابن ادم وتقول البحار دعني اغرق ابن ادم فيقول تبارك وتعالى دعوهم دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم الرحمن الرحيم لم يرتضي من هؤلاء الذين يصنعون القتل في ليبيا والذين يصنعون القتل في بغداد والذين يصنعون القتل في سوريا أي أنت من يحمل السلاح سيدنا عبد الله بن عمر يقول اذا برقك لميع السيوف كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ماذا تقول للمولى اذا اوقفك بين يديه في دم سفك ماذا تقول اذا كنت سببا في القتل قيل بانه من اعان على قتل نفس اتى يوم القيامه مكتوب على جبهته ايس من رحمه الله فبالك بالذين يقتلون الاف من الناس نعم. الذين يعتدون على الارواح الذين يزهقون ويهدرون الدماء الحبيب يقول لا تعودوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وكانه ينظر الى احوالنا الان وكانه ينظر سلام. الى افعالنا الان حبيبنا نعم. نعم. يا رسول الله يا من قلت انما انا رحمه مهداه ونعمه مزداه يفتري بعض من يفتري بانه ينتسب اليك وهم يقتلون الناس ولكن لقاؤنا على حوضك عندما تقول لهؤلاء القتله سحقا سحقا لانهم قتلوا النفس التي انت جئت تحررها وجئت لتعتقها وجئت لتحافظ عليها حبيبنا جاء لكي يعلي من كرامه الانسان وكي يعلي من شهامه الانسانيه فما وجدناه الا رحمه الا امنا وسلاما وعندما يفترئ هؤلاء ويقولون باننا مسلمون نقتل الدماء باسم الاسلام اقول لهم هذه دعوه نعم. ضاحضه مردوده عليكم جعلنا الله سبحانه وتعالى امه وسط نعم تكمل الايه لتوضح السبب لعله السبب او نعم لتكون شهداء, شهداء على الناس, على الناس. كيف و... تكون كيف تكون امه محمد صلى الله عليه وسلم شاهدة على الناس، هل المقصود هنا شهادة من يعني في عهد الإسلام أو في نعم. عهد المسلمين أم أنه شهداء على الخلق أجمعين؟ هذه الأمة الخاتمة نعم والرسالة الخاتمة ولذلك عندما تنظر إلى المسلم المحترم مع الله ومع الناس واجب عليه أن يكون علامة للأمن علامة للأمان علامة للصفاء علامة للنقاء يتحرك في الكون حركة إيمانية يرضي المولى عز وجل الناس منه في راحة وهو منهم في عناء واصبر وما صبرك الا بالله إذا هذة المقولة قيلت لرسول الله فمن أراد ان ينظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم لابد ان يتعامل مع الناس كما كان يتعامل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة أنت مطالب بأن تكون علامة مضيئة في الكون الواجب علي إذا أعطيتك أمانة فأنت الأمين أنت الذي تنتمي إلى سيد المرسلين لابد أن أكون آمن على أولادي معك على زوجتي على بناتي على أموالي على روحي لماذا لأنك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا طلبت منك النصيحة تعطيني نصيحه غاليه صافيه لا اعوجاج فيها لانك مؤتمن اذا طلبت منك مس مساعده فانت تساعدني لله انت تعطيني لله انت تنصح لله وتقيم كل سنن الحياه في الكون لله لانك من امه سيدنا محمد يقول الصحابه جئنا وجدنا الكون مظلما فاسرجناه بامر الله امنا الخائف في رحالنا امنا الخائف في رحالنا وأطمع واطعمنا الجائع في بلادنا تزول الدنيا ان لم تسمع لنا هؤلاء عندما رايناهم الواحد منهم كان امينا في كل مناحي الحياه وانما عندما اتمنك على امانه وتضيعها ماذا تقول هل تقول بانني انتمي الى سيدنا محمد أنتمي إلى الرجل العظيم الذي يوم أن ترصده القوم بالقتل هم يحرصون على قتله وهم يحرص على وهو يحرص على أن يؤدي الأمانات الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ما هي الأمانة قولك أمانة عملك عبادتك امانه نظراتك امانه ائتمانك على اموال الناس امانه اعطاؤك الحق للمظلوم امانه كونك تقيس الملهوف امانه كونك تحسن الى الجوار امانه اذا الحياه كلها امانه عندما ياتي سيدنا جرير بن عبد الله يذهب بخادمه الى السوق يا ولدي اشتري لنا فرسا ذهب هذا الخادم فقال جئت بفرس صاحبها بايعني إياها على 300 درهم فقال لا أعطيك الثمن إلا إذا وصلنا إلى سيدي فلما وصل إلى هذا الصحابي قال بكم اشتريت الفرس قال صاحبها باعها لي 300 درهم فقال الرجل الذي تربى على خلق الأمام وعلى وسطية الإسلام نظر في هذه الفرس وجدها تستحق اكثر من ذلك قال البائع الفرس تساوي ربع مائة درهم سبحانك ربي فقال الفرس تساوي خمسمائه الله الفرس تساوي ستمائه درهم قال يا رجل ما رايت مشتر يغلي السلع على نفسه الا انت قال تعاهدنا مع رسول الله على أن نؤدي النصحة لكل من يلاقينا فإذا أخذتها وأنا أعلم بأنها تساوي أكثر من هذا الثمن وكأنني قد خنت الأمانة لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هؤلاء الذين نظروا إلى الإسلام نظرة واقعية فارتفع بهم صرح الإسلام وارتفعوا هم حتى أصبحوا فوق البنيان رأيت بلال بن رباح يصعد فوق الكعبة ما الذي اصعدك يا بلال وسطيه الاسلام عداله النبي العدنان لا فرق بين بلال ولا بين عمر رضي الله عن صحابه رسول الله اجمعين ولا بين ابي بكر رضي الله عنه ولا بين المقداد من يؤذن للصلاه قال بلال هذه الوسطيه هذا هو الدين هذا هو ديننا حتى يعلم الاخر وتسمع الدنيا ما هو الاسلام فياتي النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول الناس اعناقا القيامه، فياتي سيدنا ابو بكر ويقف عند الذروه ولكن هل يستطيع ان يؤذن؟ لا يؤذن الا اذا امر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بامر اذن يا فلان. جلس انتظر، لم يصدر له اذن، عاد فجلس. فتقدم سيدنا عمر، لم يصدر له اذن، عاد فجلس، ثم جاء سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي، ثم سيدنا أبو هريرة ثم فلان وفلان وفلان فقال حبيبنا بعد أن نظر وجالت عيناه الشريفتان في المجلس وبالمسجد قال أين بلال هأنذا ذا بين يديك يا رسول الله قال فليؤذن للصلاة بلال بلال هذا الضعيف هذا الفقير هذا المسكين هذا الذي ضرب على بطحاء مكة وكان لا يقوى على أن يدفع عن نفسه ضرا ولا أذى نعم فقام رجل قال يا رسول الله إن بلالا رجلا حبشيا ينطق الشين سينا يقول أسهد فتبسم رسول الله قائلا والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا إن سينا بلال عند الله أفضل من سبعين شينا هذه الوسطيه التي علمتنا معادن الرجال وقيمه الرجال قيمتك بعبادتك ان نعم. اكرمكم إن عند الله اتقاكم عندما تكون تقيا عندما تكون وسطيا عندما تعلي صرح الاسلام في معاملاتك مع جوارك في عباداتك نعم. اما هؤلاء المتفقهون اما هؤلاء المتزندقون اما هؤلاء الذين يزيدون في العبادة حتى يقول الناس عنه بانهم متدينون يقول هذا الرجل انا اصنع كذا افعل كذا يا رجل الاسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل ولعل نبينا صلى الله عليه وسلم يعني تعرض لموقف هكذا عندما جاءه بعض الناس الذين يصومون ولا يفطرون نعم ويقومون الليل ولا نعم. ينامون ولا يتزوجون النساء قال بلغني نعم. اين هؤلاء الرهط الثلاثة فقال أحدهم عندما ذهبنا إلى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم نسأل عن عبادة فتقالوا العبادة قالوا احنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر احنا برضو يعني لا لا لابد أن نزيد. وتأمل أيضا في هذه الجزئية فضل الدكتور معذرة للمقاطعة نعم. يعني هذه الغلواء في, في التغالي في جعلتهم يعني أستغفر الله العظيم نعم. يحتقرون او يقللون من شان عباده النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقلوها بمعنى قالوا ضعيفه آه يعني فقال نظر أحدهم انا اصوم ولا افطر م. والاخر قال وانا اقوم ولا ارقد قيام الليل والاخر قال وانا لا اتزوج النساء فوقف الحبيب وقال بلغني م. هذه المقوله عنكم انا اصوم وافطر انا اقوم وارقد وانا اتزوج النساء <applause> فمن رغب عن سنتي فليس مني حبيبنا يقول ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا وابعدكم نعم هؤلاء الصرصروان المتفقهون المتشدقون الذين تجدهم يتقعرون في الكلام يعني مثلا عنده مئة لفظ اللغه ضاعت يجيب لك لفظ كده يعني يحيرك شويه عشان يقول لك انا متعلم <applause> يجيب لك الراي الغريب يقول لك انا عشان قارئ الفقه كله حبيب صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لما التشدق لما هذا التفقه لما وكانك اصبحت علامه للناس انت وكانك اصبحت باب الله في الارض لا حبيب صلى الله عليه وسلم كان وسطيا في عبادته عندما ينقل إليه تقريرا سيدنا معاذ يصلي بالناس ويطيل فقال أفتان أنت يا معاذ يا حلاوتك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جميل سيدنا النبي ولذلك هؤلاء لو قرأوا السنة قراءة متأنية ما وجدنا متطرفا ما وجدنا أحمقا ما وجدنا جاهلا ولكن يظنون كما ظن هؤلاء الرهط فتقالوها، يقول لك لا انا هاقف في الشمس عشان ابين ان انا عابد. احد الصالحين كان له تلاميذ وكان عندهم جره مليئه بالماء وجد احدهم ياخذ هذه الجره من تحت الشجره ظلالها وارفه وثمارها يانعه وموجودة هذه الجرة يشربون ماء باردا في حر الصيف قال لا سأجعلها في الشمس فقال له هذا المعلم هذا الرجل الصالح لما تنقل الماء من المكان الظل إلى مكان الحرور قال يا سيدي إذا شربنا ماء باردا هذا شيء من قبيل اليسر والتسهيل وإنما أريد أن أعذب النفس وأعنفها حتى أسقيها ماء حارا كانت إجابة هذا المعلم قال له يا أحمق دع الماء في الظل واشرب ماء باردا وقل الحمد لله فإذا شربت فالأعضاء جميعها تسبح وتذكر المولى عز وجل هذا شكر على نعم المولى عز وجل وإن شكرتم لا أزيدنكم إذا هؤلاء الذين يفهمون الإسلام فهما ناقصا فهما مقصورا على العنف أحدهم ماشي كده تلاقيه ما في الطريق كده زي القاطر بالظبط حتى بيقول السلام عليكم ماشي كده دار 111 زعلان وشايل كده الدنيا على دماغه وسبحانك يا رب عابس عبا عباس انا معذره لكل اسم عباس اصبح عليه علامه الحزن وعلامه الغضب فاذا قلت ليه كده يقول لك ده اصله ملتزم يضعها التزام التزامي ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اجمل واحلى وافضل صوره خلق عليها البشر واجمل منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء ولدت مبرأ من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء تبسمك في وجهك صدقة حتى ولسوف ترضى ولقد اصرنا هذا العطاء حاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب او يساء طيب. نعم. نعم تبسمك هيك صدقه الزوجه تنتظرك الان عد اليها نعم انت كال من العمل ولكن هي تنتظرك تريد ان تستمع منك كلمه طيبه كما كان يسمعها النبي الى السيده عائشه سلام. كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يسمعها الى امهات المؤمنين كما كان يفعل باولاده الحسنين عندما يركبهما على منكبيه وياتي سيدنا انس ويقول نعم المركب مركبكما اي يا حسن او يا حسين صلى الله على جدهما فيقول صلى الله عليه وسلم عندما يستمع الى سيدنا انس نعم المركب مركبكما فيقول ونعم الراكبان هما يا انس. صلى الله عليه وسلم. شفت الرحمة؟ نعم. شفت الوسطية؟ نعم. هنا يعني مع تداخل الامور وتعقيدات الحياة، هل المسلم أن يجعل ما يشبه ميزان يزن عليه الامور لكي لا يقع فريسة للغلواء؟ انه كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قيل عنه صلى الله عليه وسلم انه لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إن لم يكن إثما. نعم. يكون هذا منهاج حياة بالنسبة للمسلم؟ أكيد. لكي يبقى ملتزما كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تعال بنا نزور بيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في بيته كيف كان في مسجده كيف كان في الوضوء كيف كان في الأذان كيف كان في الصلاة كيف كان في السوق كيف كان في البيت كيف كان في التعامل كيف كان في الحرب كيف كان في السلم الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أو كان أصحابه يقتلون الناس أقولهم والله هذة دعوة باطلة أنتم لم تعرفون من هو سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما يمر الجيش الجرار الذي أراد أن يفتح به البلد الحرام وجد أعزك الله كلبة ترضع صغارا لها جاء بالمقداد وأوقفه على مكانها حارسا امينا لما يا رسول الله اوقفتني قال هت حتى لا تروع هذه من قبل الجيش حتى ترضع اولادها وهي في امن وفي امان وفي سكينه هل هذا يقتل عندما ننظر الى الاصحاب والاتباع عندما يرفع تقريرا الى سيدنا عمر من سيدنا عمر يا امير المؤمنين وجدنا في الفسطاط حمامه وضعت بيضها في رحالنا ونحن نريد الرحيل ماذا نصنع؟ هل اذا هدمنا هذا الفستان وارتحلنا تكسر بيضها وتهدم عشها؟ قال قال سيدنا عمر: دعوها حتى يفقس الاولاد ويطيرون لاننا مطالبون ان نجعل الامن لكل مخلوقات الله. يا رافعا راية الشورى وحارسها جزاك ربك خيرا عن محبيها رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف رأي الفرد يشقيها إن جاء قوم شاركتم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها من يباري أبا حفص وسيرته ومن يماثل الفاروق تشبيها يوم أن قال الزوج أشتري الحلوى فقال لها من أين لى ثمن الحلوى فأشريها ما زاد على قوتنا فالمسلمون به أولى قومى لبيت المال رديها هذة أخلاقه وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها رآه تحت الدوح مشتملا ببردة كاد طول الدهر يبليها فقال مقولة أصبحت مثلا وظل الجيل بعد الجيل يرويها حكمت فعدلت فأمنت أمين. نم يا عمر قرير العين هانيها عمر الذي جعل من وسطية الإسلام قصاصا لهذا القبطي فقال كيف تضربه يا عمرو قال أنا ما ضربته ولكن تسابق ولدي مع ولده فقال إلى العاص بن العاص إن جاءك كتابي في الصباح لا تنتظر المساء تعال ولدك بيمينك فلما دخل فقال ألقيت على أمير المؤمنين السلام قال والله رأيته يتميز من الغيظ كأنه لا يستمع إلى إلقاء السلام ولا أدري أرد علي السلام أم لا فقال يا عمرو مَا استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا هؤلاء هم أصحاب سيدنا محمد ليس أصحاب داعش ليس الذين يروعون الناس انظروا ماذا صنع سيدنا علي عندما قال سيدنا الفاروق استقم الى خصمك يا ابا الحسن فلما انتهت جلسه القضاء العادل واذا حكمتم بين الناس الناس لم يقل بين المسلمين فلتحكموا بالعدل العدل العمري علما بان هذه الكلمه التي قالها سيدنا عمر ما كان يلقي بها ببالا ولكن سيدنا علي رأى عليه علامة الغضب هي أبا الحسن نعم ناديه أبا الحسن بعد انتهاء هذه الجلسة نظر سيدنا عمر وجد علائم الغضب على وجه سيدنا علي ما بك يا أبا الحسن قال يا أمير المؤمنين عندما ناديتني بكنيتي وأعطيتني الكنية وكأنك تنادي على اليهودي باسمه مجردا أخشى أن يظن اليهودي بأن العدل ضاع في دولة المسلمين هؤلاء هم أتباع سيدنا محمد هؤلاء هم الذين جاءوا للدنيا لكي يسرجوها حتى تصبح نورا لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سيدنا وحبيبنا صلى الله على حضرته كان وسطيا عندما ينظر إلى يهودي هذا اليهودي يناصبه العداء ويصنع معه أفاعيلا لا ترضي عدوا ولا حبيب يمرض اليهودي بوسطيه الاسلام وبوسطيه الحبيب بهذه الاخلاق الفاضله يذهب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزور اليهودي ينتفض اليهودي وكانه اصيب بماس كهربائي يا محمد اتزورني على ما فعلت انا وعلى ما صبرت انت قال نعم ادينكم يامركم بهذا قال نعم قال اشهد بانك رسول الله هذه الاخلاق التي غابت عن بعضنا حتى عرضونا الى القيل والقال والان خرج من بيننا من يقول لا نعترف بصحيح البخاري ويتهجم على صحيح البخاري هؤلاء يضيقون موسعه وهؤلاء يحجرون واسعه وهؤلاء يصنعون افاعيلا وكانهم براء من مله الحبيب ومن دين الاسلام اقول الاسلام في وسطيته في تفكيره في كل مناحيه نجده وسطا لم يكن متطرفا لم يكن متحيزا وانما جاء رحمه للعالمين فبربك رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم هل خاصه بامه النبي فقط عندما ياتي وفد نجران ويتفاوض مع سيدنا النبي يقولون يا محمد حان وقت الصلاة هؤلاء النصارى يعطيهم فسحة أن يصلوا في مسجده هذا الكلام ليس من عندياتي وإنما في صحيح السنة فلما تحاور ووجد منهم صدا وإعراضا أمنهم وأعطاهم العهد وذهبوا في أمان الله لم نراه صلى الله عليه وسلم الا رحمه، لم نراه الا متسامحا، لم نراه الا وسطيه، انظر الى العباده، انظر الى هؤلاء الذين جاؤوا واستقلوا العباده للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا انما انا اصوم وافطر، انما انا اقوم وارقد، انما انا اتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. صلى الله عليه وسلم. أجد نفسي أيضا بحاجة للاستزادة من نور هذه الآية الكريمة نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس سنأتي إلى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الناس هل ستكون شهادة بالمعنى الذي ربما استقر في ذهن الكثيرين بأنه سنستدعى يوم القيامة لكي نشهد على بقية الخلق وإذا كان الأمر كذلك كيف ستشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربما على أمور لم تعاصرها ولم هنالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل سيدنا نوح هل بلغت الرسالة؟ فيقول نعم بلغتها وما الدليل على ذلك؟ فيقول محمد وأمته فيؤتى بالنبي صلى, صلى الله عليه وسلم والأمة ويشهدون بأن سيدنا نوح بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولكن الامه الخاتمه عندما تكون امينه على شرع السماء امينه على وحي المولى عز وجل امينه على مناحي الحياه وكاننا عندما نقيم العدل في الارض فنحن شهود للعدل، عندما نقيم التسامح في الارض فنحن شهودا على التسامح، وعندما نقيم العطف في الارض نحن أصبحنا شهودا على العطف نعم. وفي و... صلب إيماننا نعم. وعقيدتنا نؤمن بالرسل أجمعين نعم. آمن الرسول أنزل إليه من هذا ربه. الذي تشير إليه نعم. نعم لا نفرق بين أحد من رسله نعم. بل الواجب علينا لا يكتمل إيماننا إلا إذا آمنا بعيسى رسول الله آمنا بموسى رسول الله آمنا بإبراهيم رسول الله وصلى الله على سائر الأنبياء والمرسلين جميعاً. حبيبنا يقول أن الأنبياء اخوه لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد الإسلام. عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول اخي عيسى عندما يتكلم يقول اخي موسى فالواجب علي ان احترم سيدنا نعم. عيسى، ان احترم سيدنا موسى وان وقر سيدنا ابراهيم، وان وقر سائر الانبياء صلى الله عليهم اجمعين. لان الوقت يمضي معك سريعا ويطالبونني بسرعه الختام. ففي نقاط ايضا محدده اذا تكرمت. كيف تكون شهاده النبي صلى الله عليه وسلم في نهايه الايه الكريمه بعد شهاده امه محمد صلى الله عليه وسلم كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لانني كما قلت لك انفا يا سيدي بان النبي صلى الله عليه وسلم حي في ضمائرنا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعمالكم تعرض علي. فان وجدت خيرا حمدت الله وان وجدت غير ذلك استغفرت لكم فالحبيب حي في روضته واعلموا ان فيكم رسول الله فروح النبي صلى الله عليه وسلم لا تحجب عن احبابه ابدا وهي سواحه في الكون اجمعه تواترت الأدلة والنقول فلا يدري المصنف ما يقول بأن المصطفى حي حري هلال لا يدنسه الأفول وأن الجسم منه بقاع لحد كورد لا يعتريه الزبول ويغسل للصلاة بماء غيب كذا إذا ورد الدليل وتأتيه الملائكة كل ساع تسلم عليه فتسمع ما يقول ومن لم يعتقد هذا بطاها يقينا فهو زنديق جهول باق ما بقيت السنه باقي ما بقيت الكعبه باقي ما بقي القران باقي ما بقي عرش الرحمن فمحمد باق ما بقي عرش الرحمن فمحمد باق وسيعلو صوت الله في كل زمان إن شاء ومكان. اشكرك شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقه فضيله الدكتور احمد عبد اللطيف الكلحي من علماء وزاره الاوقاف شكرا جزيلا شكرا لكم ولهذه القناه المتميزه شكرا. ندعو الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصرنا اللهم وان عمين. يحفظ البلاد والعباد الله وان يعيد علينا الايام باليمن والبركات انه سميع قريب اشكرك شكرا جزيلا وختاما ايضا مشاهدينا اشكركم وبحول الله وقوته يتجدد اللقاء الاسبوع القادم وحلقه جديده من فقه الحياه الى اللقاء